الشباب الى عزف على الزواج خويا راه ما لاقي ما يخدم. كذبش عليك اخويا، راك تفاق كتضرب شمارة، ما كاين لا خدمه لا والو اخويا. راه اخر حاجه كنشوفوا هما الناس عندهم ليسونس بغاو يمشيو يدفعوا للتعليم، هما خرجوا لهم القالب ديال 30 عام، شويه قالوا لهم التقاء، شويه قال لهم باك صاحبي، هادشي راه ما خدامش اخويا. والدريات اخويا حتى هما ماشي نقولوا للدريات كيطلبوها كبيره ولا، راه بنادم اللي ما بقاش قاد اخويا على المسؤوليه، بنادم اخويا اللي ما عندوش اصاحبي. واش بنادم اصاحبي كيفكر على فلوس القهوه غيفكر في فلوس ليكوش اخويا؟ خلينا نفكروا على فلوس القهوه اخويا، فلوس ليكوش تيديروا شي تاويل ونشوفوا شي تاويل حتى حدا. هو بالنسبه لي يطيح الثلج اخويا، هذا هو الحل اخويا، خاصنا يطيح الثلج كلشي غيتجوز. اما بقات الوضعيه بحال هكا راه حتى واحد ما غيتجوز اخويا. انا ممكن من هذه الفئه ديال 77%. نورمالمون الانسان باش يتزوج خصو يكون موجد واحد لابارتي كسوا ماتيريال ولا حتى فيزيك باش يقدر ياسومي داكشي اللي غيجي موراه، مثلا الاولاد، مثلا المشاكل، شحال من حاجه اللي كتزيد. ف كيف ما كنلاحظوا المغرب هو واحد البلد اللي ماشي مؤهل مزيان باش يكون عندنا شباب كيتزوجوا وكيعيشوا حياتهم وكيوجدوا مستقبلهم. امون افي انا انسان خصو يقرا مزيان بعدا، هادشي اللي يشوف الاول قرايه، يدير فلوس، يامن فلوسه، يامن راسه، يكبر شويه في عقله عادي يتزوج. وما كاينش الفلوس، الفلوس هو كلشي. اش كخوا. وعاوتاني كاين اللي المهم بزاف ديال الحوايج تبدلوا، شحال هادي كان مثلا المراه ملي خاصها توصل واحد لاج خاصها ضروري يتزوج، والراجل كذلك تيحس انه خاصو يهز واحد المسؤوليه. دابا فهمتي غادا والاوضاع كتبدل، والانسان ولا بلوس باغي ياخذ الحريه ديالو ويتصرف كيف ما بغا، كيقيد راسو بواحد الحاجه اللي يقدر يكون باقي ما واجدش لها باش ياسمي داكشي ديالو. البروبليم اخويا هو الخدمه ما كايناش، هذه اول حاجه. البروبليم الثاني هو السميك في المغرب طايح بزاف، يعني الواحد اللي كياخذ واحد 2500 درهم ولا 3000 درهم شنو يقدر يدير بها؟ واش يخلص بها الكرا والماء والضو، ولا يصرف بها على مراته، ولا يخلص بها المعيشه ديالو الماكله ديالو؟ ما يمكنش. يعني الواحد كيولا كيهرب كيقول اللهم نبقى بوحدي خدام على راسي باش نقدر نلبس وشي حاجه كومسا، اولا نمشي نتلاح للزواج وابخي واحد شهرين ولا ثلاث شهور نتلاق وصافي ومشى الكونسيبت كامل فابور، زعما ما رابحين والو من حتى شي حاجه في هذا الشيء. الحل هو انه بنادم ملي اصلا الا كان قاري وعنده لي ديبلوم فهمتيني، راه كيتحل ليه واحد الباب كونكوا باللي يقدر يخدم مزيان ويتخلص مزيان، ديك الساعه يقدر يفكر في الزواج ولا في شي حاجه بحال هكا. اما الواحد اخويا ما عنده يلاه مكافئ مع المعيشه ديالو مع دارهم، ما يمكنش اخويا انه يتزوج فوالا، يمشي لاوروبا، هذا هو الحل ديالو.